أطلق تجمع الكفاءات الموريتانية في الخارج مؤتمره الأول صباح اليوم في نواكشوط تحت شعار موريتانيا وعقولها المهاجرة دعم للتنمية. يشارك في اللقاء عديد الكفاءات الوطنية عبر العالم. تجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر مشروع يسعى القائمون عليه إلى جمع أكبر عدد من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات العلمية والاقتصادية والأدبية والاجتماعية من أجل وضع إطار عملي لنقل المعارف المكتسبة إلى الوطن. ويستدعي المشروع المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخواص عبر عقد المؤتمرات والندوات العلمية والورشات والدورات التدريبية والاستشارات التقنية والمهنية والدعم والمساندة للبحوث والدراسات. هذا نوع من المبادرات القيمة اللي مهمة اللي توحي على اهتمام الشباب سواء كان في موريتانيا أو كان خارج موريتانيا على مواكبة الأمور اللي خالقة اليوم في بلدنا. نختار هون نأكد على أن موريتانيا فاصلة في أولادها كاملين سواء ذا اللي منهم كان هون في موريتانيا والله ذا اللي ما هو موريتاني به اللي الأطر الموريتانية اللي في الخارج مهمة به اللي عندها خبرات وعندها تجربة هائلة في التنمية. وأنا ظاهر لي أن مشاركة هذه الجماعة في التنمية اليوم تجسد بهذا اللقاء اليوم باللي هذا مساهمة قيمة في تنمية هذا البلد. من جانبه أوضح منسق تجمع الكفاءات الموريتانية في الخارج فكرة المشروع ومراميه. إننا في لجنة عمل مشروع الكفاءات الموريتانية بالمهجر لا يخفى علينا الحاجة الماسة لوطننا لخبرة جميع أبنائه في الداخل والخارج من أجل إحداث نهضة شاملة في شتى الميادين قوامها المعرفة، وحيث أن وطننا يتمتع برأس مال بشري من الخبرات التي وصل بعضها للعالمية في مجاله. وبما أن هذه الخبرات المهاجرة لا تنتظم في إطار واحد يوحد مجهودها ويؤمن تواصلها فيما بينها وكذلك تواصلها مع نظرائها في الداخل لإكمال الحلقة المفقودة أو المفقودة في الغالب، فإننا وضعنا الإطار العام للمشروع ليلبي هذه الحاجة الملحة للربط، وهو ما تمثل في بعث أول قاعدة بيانات إلكترونية رقمية لهذه الكفاءات في أغسطس 2017. ويجمع مشروع الكفاءات الموريتانية في المهجر كوكبة من الكفاءات الموريتانية عبر العالم. الجاليات لها دور كبير في تنمية بلدانها، فما أمثال مثل الهند والصين وحتى نيجيريا، وهناك قابلية كبيرة للإسهام في تنمية البلد، النواحي الاقتصادية، النواحي الاجتماعية، النواحي البحثية العلمية. وفي هذا الإطار جاء هذا المؤتمر ربط الخبرات الموريتانية في الخارج بالداخل.